ما الذي سيحدث لمحيطاتنا، لقاراتنا، للهواء الذي نتنفسه؟ ما الذي سيحدث لنا؟ في اليوم الأول لن يكون التغيير في سرعة دوراننا ملحوظا، أقل من كيلومتر في الساعة، لكن النتائج كبيرة. في مطار ميامي الدولي ظهرت أول إشارة لحدوث مشكلة. برج ميامي، الرحلة 500 جاهزة للانطلاق. تعتمد معظم الطائرات التجارية في ملاحتها على نظام تحديد المواقع العالمي GPS، ويعتمد نظام GPS على سلسلة من الأقمار الاصطناعية التي تعلم الطائرات بمواقعها. أحد أهم العناصر في هذا النظام هو الوقت. الساعات الموجودة على تلك الأقمار الصناعية في اتصال دائم تقريبا مع الأرض. تضبط الحكومة الأمريكية الوقت باستخدام ساعات ذرية، وهي الأكثر دقة في العالم. وتباطؤ الأرض لا يؤثر أبدا على تزامن هذه الساعات، لكن القواعد الأرضية التي تتصل معها الأقمار الاصطناعية ليست في المواقع التي تفترض الأقمار الاصطناعية تواجدها بها. نظام الجي بي اس لا يتوقع أن تتغير سرعة دوران الأرض بهذا الشكل الكبير. تباطؤ الأرض يؤثر على أداء هذا النظام المعير بدقة، والنتائج كارثية. تحاول الحواسيب أن تجعل الطائرات تهبط في مناطق بعيدة عن المطارات. الآن مئات آلاف الأرواح معرضة للخطر، إذ اكتشف الطيارون حول العالم فجأة أن أنظمة الملاحة لديها لا تعمل. هذا جميل جيمس، ألن تدخل؟ يفترض أن أكون هناك في 9. على بعد نحو 2000 كيلومتر في شيكاغو، لم يلحظ معظم الناس هذا الاختلاف البسيط الذي شل الملاحة. لكن في الحقيقة تباطؤ دوران الأرض قد أطلق سلسلة مستمرة من ردود الفعل التي لا يمكن إيقافها. نحن نعدل ساعاتنا بشكل دوري لنبقيها متزامنة مع أمنا الطبيعة، وعندما تبدأ ساعات النهار بالازدياد يحدث هذا بشكل شديد البطء، ما يعطينا وقتا كافيا للتأقلم. لكن ماذا لو أصبحت الساعة 9 صباحا مظلمة فجأة؟ ماذا لو كان منتصف الليل مشمسا؟ ماذا لو أصبحت أفكارنا الثابتة حول الوقت غير ثابتة؟ أكد العلماء حدوث تراجع غريب في سرعة دوران الأرض، حتى أن بعضهم أشار إلى أنها ستتوقف عن الدوران في غضون 5 أعوام، وإذا حدث هذا ستكون النتائج كارثية، ويؤكدون أن هذا سيؤثر على كافة الدول دون استثناء. في الأسبوع الأول بدأت المشاكل تتراكم في كافة المدن حول العالم. النهار يصبح أطول بشكل مضطرد، كل يوم مختلف عن سابقه. الثواني والدقائق ستصبح قريبا ساعات وأيام. سوق البورصة العالمي البالغة قيمته 36 تريليون دولار في حالة انهيار كبير اليوم، فالقلق بشأن ما سيحدث حطم ثقة المستثمرين. ماذا سيحل بعالم يومه مؤلف من 24 ساعة إذا أصبح اليوم أكثر من 24 ساعة؟ بعد أسبوعين تباطأت سرعة دوران الأرض نحو 15 كيلومترا بالساعة، واكتسبت ردود الفعل التسلسلية مزيدا من السرعة. خفضت رحلات الطيران التجاري إلى الخدمات الأساسية فقط، مع تسجيل 470 حادث حول العالم. أكثر من 2.25 مليار راكب يستخدمون الطيران التجاري كل عام. لكن الآن ومع ازدياد المخاوف المتعلقة بالسلامة تم إلغاء الرحلات.
يأخذ الأمريكيون أكثر من 10 مليارات رحلة باستخدام الباصات والقطارات سنويا، وقد ازداد هذا الرقم بشكل كبير الآن مع بحث مستخدمي الطائرات عن طرق أخرى للسفر. الوقت هو المشكلة الأولى التي تواجهها الأرض التي تخسر دورانها ببطء. لكن بعد أسبوعين هناك مشكلة جديدة وأكثر خطورة: المحيطات. كوكبنا منتفخ، أي إن منتصفه أكثر امتلاء من قطبيه. دوران الكوكب هو أحد القوى التي تحافظ على المياه في مكانها حول خط الاستواء، لكن عندما تضعف هذه القوة ستبدأ المحيطات بالتحرك. ستبدأ البحار بالتدفق بعيدا عن خط الاستواء المنتفخ نحو القطبين. أكثر من 1 مليار كيلومتر مكعب من المحيط تتحرك. المناطق الشمالية مثل القطب الشمالي الكندي هي أول المناطق التي ستتضرر. بعد 3 أشهر من بدء تباطؤ دوران الأرض ستبدأ المياه بالزحف على شواطئ القطب الشمالي مثل مغطس يفيض. تستمر مستويات البحار بالارتفاع، وقد أمرت الحكومة الكندية بإخلاء شامل للقطب الشمالي. وهناك تأثير خطير آخر لتباطؤ الأرض، فمع تغير مستويات البحر سيتغير الهواء الذي نتنفسه أيضا. إن الغلاف الجوي موزع عبر الكوكب بشكل متساو ويدور بشكل متزامن مع دوران الأرض. والآن مع تباطؤ دوراننا يلحق الغلاف الجوي بالمحيطات متدفقا نحو القطبين. الضربة الأولى ستصيب مدنا في المنطقة الاستوائية من ضمنها ريو، مومباي وسنغافورة. التنفس هنا يزداد صعوبة أكثر فأكثر. كلما توغلنا أكثر نحو الشمال نرى أن المدن الأكثر ارتفاعا قد بدأت تعاني أيضا. في الولايات المتحدة الأشخاص الذين يتسلقون جبل كولورادو يعانون من التأثيرات بشكل كبير. أصبح التنفس في المناطق التي تصل إلى ارتفاع 1500 متر مثل التنفس على ارتفاع 4500 متر. أصبح الناس يصابون بداء المرتفعات بارتفاعات أقل من 2500 متر، ولا يمكن النجاة على ارتفاع أكثر من 5000 متر. بني، يتغير العالم بسرعة والأسوأ لم يأتي بعد. مضت 4 أشهر منذ بدأت الأرض تخسر دورانها. نحن ندور الآن بسرعة أقل ب 225 كيلومترا بالساعة عما كنا سابقا. كل يوم بطول نحو 28 ساعة، ما يعني ساعتين أطول من ضوء النهار وساعتين أكثر من الظلمة. الوقت المفقود رمى بعالمنا وبالمحيطات وبالغلاف الجوي في حالة من الفوضى. ذكر رسميون روس أن حقول نفط الدول الهائلة أصبحت الآن مغمورة بالمياه، ما يترك الدولة في حالة طوارئ من ناحية الوقود مع اقتراب الشتاء. في معظم مناطق الولايات المتحدة لم يحصد الطوفان أو الهواء خفيف الكثافة أي أرواح بعد. الناس يتأقلمون، لكن فجأة في كافة أرجاء العالم ظهرت مشكلة قاتلة جديدة. الزلازل في المناطق التي لم تشهد زلازلا من قبل.
الأرض مكونة من 3 طبقات: النواة المنصهرة والوشاح العازل الصلب والقشرة الخارجية الصلبة، وجميعها تدور سوية. لكن مع انخفاض سرعة الدوران تتباطأ سرعة كل طبقة بشكل مختلف، ما يتسبب باحتكاك هائل. الأرض تمزق نفسها من الداخل إلى الخارج. المياه الموجودة قبالة ساحل سان فرانسيسكو هي منطقة معرضة للزلازل، لكن علماء المحيطات يرون الآن دلائل على حصول نشاط زلزالي لم يروا مثله من قبل. تصدعات عميقة في أرض المحيط تطلق حرارة شديدة. والأسماك التي نفقت جراء الانفجار تطفو على سطح المياه. تسبب النشاطات البركانية في شيكاغو وما حولها بإغلاق العديد من الطرقات الهامة، وينصح الخبراء بالبقاء في المنازل اليوم إن كان هذا ممكنا. إن الكوارث الجيولوجية هي واحدة فقط من التأثيرات الهائلة لتباطؤ دوران الأرض، فالمحيطات المتحركة تنتقل بشكل جامح أيضا. كلما قلت قوة الطرد المركزي يزداد تدفق المحيطات بعيدا عن خط الاستواء المنتفخ، متقدمة بثبات نحو القطبين. لقد كان عمق المحيط الموجود في القطب الشمالي أكثر من 4500 متر، لكنه الآن بعمق أكثر من 13,000 متر. جاءت كل هذه المياه من المحيطات الموجودة في الجنوب، وقد جفت المناطق الضحلة مثل القناة الإنجليزية مع نزوح المياه نحو القطب. للمرة الأولى في التاريخ المسجل تصبح بريطانيا جزءا متصلا بالبر الأوروبي، وباتت إيرلندا متصلة ببريطانيا. بات بإمكاننا الآن الذهاب سيرا من لندن إلى باريس. هذا ليس في أوروبا فحسب، فالشواطئ الشهيرة في ميامي أصبحت الآن مناطق داخلية مع تدفق المحيطات باتجاه القطبين. كوبا وفلوريدا أصبحتا متصلتين بالبر، والمكسيك أصبحت أكبر بنحو الثلث عما كانت عليه. تحرك المحيطات هو أمر كارثي لبعض الحيوانات. معظم أسماك العالم تعيش في المناطق الضحلة بالقرب من السواحل حيث الطعام وافر. هذه المواطن الساحلية أصبحت الآن جزءا من اليابسة، واختفت معظم مواد المحيط المغذية المتوفرة. الغديد من الأجناس تبحث الآن عن مواطن جديدة، والبعض الآخر نفق ببساطة. في كاليفورنيا يعمل علماء المحيطات على تحديد المناطق التي ستنتهي إليها المحيطات مع استمرار تباطؤ سرعة دوران الأرض. تسجل أجهزتهم نتائج مرعبة. تتغير المحيطات بشكل سريع. عندما تتوقف المحيطات عن الحركة يعتقد العلماء أن كندا بأكملها وشمال الولايات المتحدة ومعظم أوروبا ستغمر بالمياه. أي شخص يقطن في الشمال عليه أن يخلي المكان أو يموت. ليست المياه وحدها التي تتحرك. مع تباطؤ سرعة دوران الأرض بدأ الغلاف الجوي الآن يستقر باتجاه ثلثي الكوكب في الشمال والجنوب، وهي المناطق الوحيدة التي يمكن للناس أن يتنفسوا بها. نيويورك، لندن، تورنتو، جميعها آمنة، لكن مكسيكو سيتي ومناطق حضارية أخرى إلى الجنوب تتعرض للهلاك، فالهواء خفيف الكثافة جدا إلى درجة لا يمكن تنفسه. في الولايات المتحدة يطلق على دنفر اسم المدينة المرتفعة ميلا، لكن بما أن الهواء يصبح أخف كثافة تشعر الآن كما لو أنها على ارتفاع 3 أميال، وتنفس الهواء هنا مثل التنفس على ارتفاع أكثر من منتصف جبل إيفرست.
يعتقد الخبراء أن الهواء سيبقى قابلا للتنفس في الولايات الأقل ارتفاعا مثل كنساس ونبراسكا وأوكلاهوما. تتدفق المياه من الشمال والهواء يصبح أخف من الجنوب، لكن لا تزال هناك جيوب من الأراضي الصالحة للحياة في منتصف شمال أمريكا. لا يتوقع أن تفيض هذه المناطق، يطلقون عليها المناطق القابلة للسكن. البقاء في دنفر هو كحكم الإعدام. هيا جميعا لنذهب. بالنسبة للصغار والعجزة، التأثيرات خطيرة منذ الآن. قريبا سيصبح الهواء قاتلا للجميع. تنصح الحكومة الأمريكية بإخلاء نحو 25 مليون شخص في أجزاء من المناطق الجنوبية الغربية. إن تباطؤ سرعة دوران الأرض يتسبب باحتكاك مميت بين طبقات الأرض الخارجية والنوادي المنصهرة الداخلية. دمرت البراكين والزلازل الطرقات والشوارع والسكك الحديدية. الطرق الرئيسية عبر المدينة مغلقة، وتم تحذير الأشخاص المسافرين بالسيارات من عدم وجود طرقات آمنة. تم تسجيل حدوث زلزال وبراكين وحالات عنف عبر الولايات، وقد أوعزت الحكومة للمسافرين أنها لا يمكن أن تقدم سوى القليل من المساعدة. الأشخاص الذين انطلقوا في الرحلة الغادرة نحو الوسط القابل للحياة في الولايات المتحدة يشهدون التحركات الجيولوجية للقشرة التي يسببها تباطؤ سرعة الأرض. وفي حين تدمر الزلازل الإقليم الأوسط الغربي، تخلف المحيطات المتراجعة وراءها مدنا ساحلية مرتفعة وجافة. نيويورك، بوسطن، هاليفاكس أصبحت بعيدة جدا عن الساحل. شكلت أستراليا قارة جديدة مع إندونيسيا، وسواحل آسيا الضحلة لم تعد سواحلا على الإطلاق. خلال 4 أشهر فحسب أصبحت هونغ كونغ وموانئ أخرى رئيسة جافة. توقف النقل البحري كليا في كافة أنحاء العالم. إنها النهاية الواقعية للتجارة العالمية، والتي كانت تساوي يوما ما قرابة 30 تريليون دولار سنويا في أوروبا فقط. سفن الشحن العملاقة لم تتحرك من مكانها مرة أخرى. يكتشف آخرون خطرا جديدا جراء تباطؤ سرعة دوران الأرض، الموت من الإشعاعات الشمسية. يحمي الأرض عادة حقل مغناطيسي خفي يدعى الغلاف المغناطيسي. دوران الكوكب هو ما يبقي الحقل في مكانه، يولده الدوران السريع للنواة الحديدية للأرض. يقوم الغلاف المغناطيسي بحرف مسار انفجارات الإشعاعات الشمسية، لكن مع تباطؤ دوراننا يضعف الحقل المغناطيسي وينهار هذا الدرع الواقي. المناطق الاستوائية مثل ميامي ليست معرضة لخطر الطوفان، فالمدينة تقع على الجرف القاري الأطلسي. الآن عشرات الكيلومترات من ذلك الجرف قد أصبحت مكشوفة، وميامي لم يعد لها مخرج إلى البحر. وهنا لا يزال الهواء قابلا للتنفس، لكن الشمس قاتلة. مؤشر الإشعاعات الشمسية اليوم هو 8، وهذا مرتفع للغاية. وعلى الأشخاص أن يغطوا أنفسهم بالكامل عند خروجهم، وألا يتعرضوا للشمس لأكثر من 15 دقيقة. وتذكروا أن الواقي الشمسي لن يحميكم من الخطر. مضى أكثر من عام منذ بدأت سرعة دوراننا بالتباطؤ.
نحن ندور الآن بسرعة أقل بثلاثمائة وأربعين كيلومترا بالساعة عما كنا سابقا. سطح الكوكب لا زال مستمرا بالتغير، ولا زالت المياه على كوكبنا تتحرك. مضى عام منذ بات بالإمكان الذهاب سيرا من إنجلترا إلى فرنسا، لكن هذا لن يعود ممكنا بعد الآن. في البداية جفت البحار الضحلة المحيطة بالبر الأوروبي، حيث تجمعت مياه شمال المحيط الأطلسي عند القطب. لكن الآن بعد أن تضخم البحر القطبي، ابتلع محيط جديد المملكة المتحدة وأغلب القارة الأوروبية. لندن اختفت، برلين اختفت، موسكو اختفت، دول شمال أوروبا التاريخية كلها أصبحت في قاع البحر الجديد. مئات ملايين الأشخاص عاشوا هنا، كما واختفى الشمال الكندي بأكمله. كل شيء أصبح مغمورا بالمياه. لا زالت المدن الكبرى موجودة، تورنتو، فانكوفر، مونتريال، لكن المحيطات الكبيرة لا زالت تتحرك. في شمال أمريكا، الناجون الذين تمكنوا من اجتياز الرحلة بدأوا الوصول إلى كنساس. تم تخصيص حرم إحدى الكليات. يعمل العلماء على إحداث ملجأ في المكان الذي يتوقعون أنه الأكثر أمانا في الولايات المتحدة، حيث لا فيضانات وكثير من الهواء والحد الأدنى من الزلازل. لكنهم يواجهون صراعا هائلا، لا يمكن توصيل الطعام في هذا العالم المحطم، فكافة الطرق غير سالكة. أيا كان ما سيأكلونه عليهم أن يزرعوه هنا. إنها كارثة على مستوى لم نضطر لمواجهته أبدا. الناجون الذين تمكنوا من الوصول إلى هنا يعتمدون على أنفسهم كليا، سيواجهون صراعا كبيرا وهم يعتبرون محظوظين. لم يمضي سوى عامين ونصف العام، لكن الآن أصبحت سرعة دوران الأرض 320 كيلومترا بالساعة. نحن ندور الآن بسرعة أقل ب1200 كيلومتر في الساعة عما كنا سابقا. دول بأكملها أصبحت مغمورة بالمياه، وأخرى بات هواؤها خفيف الكثافة جدا لدرجة لا يمكن تنفسه. يواجه الناجون نتائج مدمرة أخرى للتباطؤ. يصارع كافة البشر حول العالم للحصول على ما يكفي من النوم. كل نهار أصبح بطول أكثر من يومين ونصف، وكل ليلة أيضا. البشر ليسوا مهيئين للنوم في عالم يبقى مضيئا لأكثر من 60 ساعة متواصلة. هذا يشبه آثار السفر بين مناطق زمنية مختلفة، لكن بشكل دائم. الأشخاص الذين يعيشون في المدن التي لم تتعرض للطوفان والتي لا يزال الهواء فيها قابلا للتنفس يصارعون مع هذا النقص الحاد في النوم. يعاني الناس من عدم وضوح في الرؤية وضعف في التحكم بالعضلات. هل أنت بخير؟ إنه انهيار يواجه عادة رواد الفضاء وطواقم الغواصات ومستكشفي القطب الشمالي. أدمغتهم خدرة من الإرهاق، وعالمنا يكاد يكون غريبا جدا علينا لدرجة يصعب معها إدراكها. لتباطؤ الأرض تأثير مدمر على الحيوانات أيضا.
إذ تنطلق معظم الحيوانات الثدية في هجرتها اعتمادا على تغير طول اليوم. الآن يصبح اليوم أطول وليس أقصر. بعض الطيور المهاجرة ماتت لأنها فشلت بالطيران نحو الجنوب، والبعض الآخر تجمد مع ازدياد عدد ساعات الليل الباردة. تواجه أجناس أخرى المصير نفسه. الأيل، فراشة المونارك، حمار الوحش، كلها محكوم عليها بالانقراض مع أرض تتباطأ سرعتها. مع تحرك المحيطات باتجاه القطبين تشكلت قارة ضخمة جديدة عند خطوط العرض المتوسطة للأرض. صمم مجموعة من علماء المحيطات في سان فرانسيسكو على الذهاب إلى هناك. يريد أولئك الناجون أن يبدأوا من الصفر على أرض كانت سابقا قارا للبحر، فهناك أمل للحياة عليها أكبر من البقاء في مدينة كبيرة. إنه قرار يائس، لكن في عالم يتغير بشكل جذري لا يوجد سوى القليل من الخيارات الجيدة. خلال عامين ونصف العام هذا الكوكب الذي يتباطأ بالتدريج قد تغير بشكل كلي، والأسوأ لم يأتي بعد. مرت 4 أعوام منذ بدأ تباطؤ سرعة دوران الأرض، وبتنا ندور بسرعة تكاد لا تتجاوز 60 كيلومترا بالساعة. تبقى الشمس في السماء مدة 13 يوما، تليها 13 ليلة. اختفى مفهوم الفصول الأربعة القديم. أصبح المناخ الآن عبارة عن دورة تتناوب ما بين الضوء والحرارة المرتفعة والعتمة والبرد. في الليالي الطويلة يمكن أن تنخفض الحرارة إلى 55 درجة مئوية تحت الصفر. يصارع البشر للتأقلم، في حين لا يمكن لمعظم أنواع الحيوانات التأقلم، فحتى لو تمكنت من النجاة من الطوفان ووجدت هواء للتنفس فإن البرد القارس يقضي عليها الآن. فرص حيوانات السبات الشتوي أكبر للنجاة، فهي معتادة على البقاء لفترات طويلة من دون طعام، لكن يبقى مستقبلها غامضا إذ إن مواطنها إما تعرضت للفيضانات أو باتت من دون هواء، والنباتات ضحية أخرى، فالمحاصيل الغذائية الحيوية مثل الذرة والقمح بحاجة للكثير من ضوء الشمس للنمو، والغابات المطيرة معتدلة المناخ تجمدت ولن تتعافى مرة أخرى. وحدها الغابات الشمالية في كندا وشمال أمريكا قوية بما يكفي للنجاة في مواجهة البرد والظلمة، إلا أنها أصبحت مغمورة الآن تحت الماء. المدن الموجودة في شمال القارة الأمريكية ابتلعها البحر بسبب التقاء المحيطين الأطلسي والهادئ. تورنتو، هاليفاكس، بوسطن. ملايين أخرى من الناس يموتون في الولايات المتحدة وكندا. نيويورك أيضا ابتلعها المحيط الجديد، لكن عمق المياه هنا يصل إلى 100 متر فحسب. ناطحات السحاب بها غمرت حتى منتصفها فحسب. شيكاغو، إحدى المدن التي تقع في أقصى جنوب البحيرات العظمى، ابتلعها البحر في نهاية المطاف. الأشخاص الذين بقوا هنا حتى اليوم يهربون الآن مذعورين، وقد بدأت مياه البحر تغمر مترو الأنفاق وتسير عبر مجاري المدينة. قريبا ستغمر المياه كليا كامل المدينة. في عالم تستمر فيه المحيطات الهائلة بالتحرك لم يبقى الكثير من المناطق الآمنة.
الهواء المميت خفيف الكثافة جعل معظم إفريقيا وأستراليا وجنوب أمريكا مناطق غير صالحة للحياة. بالقرب من خط الاستواء أصبح العيش في الهواء خفيف الكثافة مثل العيش على ارتفاع 10,000 متر. أعلى من الوجود على قمة جبل إيفرست مدن ضخمة تقبأ مدمرة وفارغة. ولكن هناك قارة استوائية بدأت بالتشكل في منطقة كان يغمرها المحيط سابقا، وهناك بعض المناطق في هذه القارة الضخمة تحتوي على هواء كثيف بما يكفي للتنفس. سفينة تحمل مجموعة من المستكشفين الشباب تشق طريقها نحو الغرب لتنشئ مستعمرة بشرية جديدة على أرض كانت قارة محيطا سابقا. إن رحلتهم غادرة، فالجي بي اس لا يعمل على كوكب تتباطأ سرعته، حتى الخرائط لم تعد ذات نفع إذ إن المحيط يغير شكله من حولهم. لكن في عالم متوحش ومتغير تزداد صعوبة التنبؤ بالطقس يوما بعد يوم. يخلق دوران الأرض أنماطا ثابتة من الرياح التي تتحرك شرقا في القسم الشمالي من الكرة الأرضية، وأخرى تتحرك غربا في القسم الجنوبي، وهذا يدعى تأثير كوريوليس. مع تباطؤ سرعة دوران الأرض تصبح أنماط الهواء سهلة التنبؤ هذه غير مستقرة. أنظمة ضغط عال جديدة بدأت بالتشكل والاندفاع حول الكوكب. عواصف المحيط أصبحت هائجة وجامحة، ويمكنها أن تستمر لأسابيع في كل مرة. الطقس حول العالم آخذ في التغير. 13 يوما من الظلام ترسل موجات من البرد القارس في جميع أنحاء الكوكب. غطى الثلج ميامي مرة أخرى اليوم مع هبوب عاصفة ليلية أخرى في جميع أنحاء البلاد. قد تستمر هذه العاصفة 12 يوما آخر إلى حين شروق الشمس. أماكن مثل ميامي ليست مجهزة لتحمل طقس الشتاء. الكثير من البيوت لا تمتلك تدفئة. ضربة قاضية أخرى تصيب المدن التي تكافح للبقاء. والحياة حول العالم ستغدو أصعب وأصعب. مضت 4.5 أعوام العام منذ بدأت سرعة دوران الأرض بالتباطؤ. كانت تدور بسرعة تقارب 1600 كيلومتر في الساعة، والآن لا تكاد تتحرك أبدا. تبقى الشمس في السماء 16 يوما متواصلا، ومع تباطؤ سرعة الدوران تتدفق محيطات العالم نحو القطبين. تشكل محيطان جديدان. أصبحت كانساس تقع مباشرة على ساحل البحر الشمالي الكبير الجديد، والذي يصل إلى عمق 16 كيلومترا. نحو 800,000 كيلومتر مربع من مساحة الولايات المتحدة هي ما بقي قابلا للسكن، وهو أقل من عشر مساحتها السابقة. أحدث المستوطنون موطنا لزراعة محاصيل غذائية وإبقائها محمية من المناخ الذي يزداد قسوة، متأرجحا ما بين الحرارة الشديدة والبرودة المفرطة. توفر المحيطات الجديدة أفضل فرصة للغذاء. إذ إن فيضان القارات جعلها غنية بالغذاء، ما يعني الكثير من الطعام للأسماك. تعرضت الأنواع التي تعيش في المياه الدافئة للموت مع دمار الأنظمة البيئية الساحلية، والتي إما جفت أو تعرضت للطوفان عندما تحركت المحيطات. لكن العديد من الأنواع التي تعيش في المياه الباردة مثل سمك القد والإسقمري والتونة تمكنت من النجاة.
الرجال والنساء الذين كانوا يعملون بالزراعة أصبحوا يصطادون السمك الآن، حيث يلتقي محيط جديد بسهول الوسط الغربي. في الليالي الطويلة الباردة يشكل اللاجئون فرقا لصيد الأسماك من المحيط المتجمد. يعيدون الأسماك معهم إلى مستوطناتهم. إنهم يخاطرون بحياتهم بالعمل بحرارة 55 درجة تحت الصفر، والتي لا يمكن للجسد البشري تحملها سوى لبضع دقائق. الصيد عبر الجليد لا يوفر ما يمكن من الطعام لعدد متزايد من اللاجئين الذين يتوافدون إلى شمال أمريكا. الوقت بدأ ينفد. مع تباطؤ سرعة دوران الأرض توقفت الثلوج التي تعمي البصر. تأثير كوريوليس الناجم عن دوران الأرض هو الذي يتحكم بالطقس، والآن لم يعد موجودا. التنبؤ بالعواصف الآن يزداد سهولة. انخفاض سرعة الدوران يولد نمطا جويا أكثر استقرارا، لكن لا يزال هناك تأرجح كبير في درجات الحرارة ما بين الأيام الحارة والليالي الباردة. هذا الطقس المستقر يعني هطولا أقل للأمطار، إذ إن الأمطار في معظمها تهطل بعيدا داخل المحيطات من دون وجود رياح تحرك العواصف نحو البر. يتم تخزين مياه الأمطار التي تهطل نهارا من حين لآخر على المنطقة المأهولة في كانساس من أجل فترات الجفاف الطويلة. الوضع هنا يائس. في البحر تعرضت سفينة علماء المحيطات الذين أبحروا من سان فرانسيسكو إلى التحطم على القارة الجديدة الضخمة. يبدأون بالتجول على ما كان سابقا قاعا للمحيط بحثا عن أي شيء يساعدهم على النجاة. خيارهم في الحياة بعيدا فيما كان سابقا قاعا للبحر هو أمر محفوف بالمخاطر، وعلى عكس سكان كانساس لا يملكون سوى الموارد التي أحضروها معهم وتلك التي يمكنهم العثور عليها. لكن إن كان كتب لهم النجاة فستكون لديهم أكبر قطعة أرض صالحة للسكن على الكوكب بأسره. الأشخاص الذين اختاروا البقاء في المدن التي لم تغرق مثل ميامي يواجهون المصاعب الأكبر. أنتم تفقدوا تلك الصناديق لنرى إن كنا سنعثر على شيء ما، أما أنتم فتعالوا معي. الحياة هنا شرسة، فلننتهي من الأمر. لا يوجد سوى القليل من الطعام، لا يمكن الاعتماد على الكهرباء، من الصعب العثور على مياه نقية، لا توجد إمدادات غذائية لا من البر ولا البحر. أيام الرفاهية التكنولوجية قد ولت. عندما تستنفد الموارد المتبقية لن يبقى لميامي أي شيء تعيش عليه. الوقت بدأ ينفد. مع اقتراب النهاية يقرر بعض الناجين المغادرة. عليهم أن يجدوا مكانا ليس محاطا بالبر مثل ميامي. لكي ننجو في هذا العالم الغريب علينا أن نقطن في مكان قريب من المياه، والمكان الأفضل يبعد آلاف الكيلومترات. المحيطات هي إحدى المصادر الأخيرة للحيوانات المليئة بالبروتين على الكوكب. في منتصف المحيط الهادئ بدأت مستعمرة جديدة بالتجذر. أقام سكانها قاعدة تخييم صغيرة للغذاء والمأوى. يتم تسخير طاقة الرياح لتوليد الكهرباء. بدأ قاع البحر بالجفاف، وقريبا سيصبح من الممكن الزراعة على أطراف المحيط الشمالي الجديد. لكن عندما يحل الظلام يجعل المناخ من صراع البقاء أمرا شديد الصعوبة.
أكثر من 16 يوما من البرد القارس مع ملجأ في حدوده الدنيا وفي قارة ضخمة مفتوحة. وعندما تتوقف الأرض عن الدوران كليا سيجتاح الأرض تغير أكثر فتكا. بعد 5 أعوام من بدء تباطؤ سرعة دوران الأرض يتوقف الكوكب عن الدوران كليا. المحيطات، الجو والمناخ تستقر جميعها على وضعها. قارة ضخمة تطوق مركز الكوكب، محيطان شاسعان يمتدان من القطبين إلى خطوط الأرض المتوسطة. جميع الأراضي الموجودة في المنتصف خالية من الهواء. أكثر من نصف الكوكب الجديد غير قابل للحياة وأعلى بكثير من مستوى البحر. لا تدور الأرض حول محورها الآن، لكنها لا تزال تدور حول الشمس، لذا من الآن فصاعدا سيكون نصف السنة مضيئا والنصف الآخر مظلما، حيث ستكون الشمس في الجانب الآخر من الأرض. لقد انتهى مفهوم النهار والليل القديم. من الآن فصاعدا سيصبح النمط سنويا، 6 أشهر من الشروق والنهار و6 أشهر من الغروب والليل. تلقي الشمس ضوءا مدمرا على الأرض. تصل الحرارة تحت وهجها إلى 55 درجة مئوية. كل شيء في طريقها ستضربه رياح قوية. الآثار على المناطق الموجودة على أطراف ضوء الشمس أقل فتكا. يهطل المطر وابلا على القارة الضخمة الجديدة قرب هاواي لمدة شهر، مثلما يتسبب إعصار بعواصف على بعد آلاف الأميال. يؤمن المطر ما يكفي من المياه لبقية العام، لكن ليس الجميع محظوظا هكذا. فالأشخاص الذين يقطنون في كانساس يبعدون آلاف الأميال شمالا عن طريق الشمس الحارق. لقد اكتشفوا الآن في هذا الطقس المستقر على الأرض المتوقفة عن الدوران أنها لن تمطر هنا مرة أخرى. لن يتمكن المستوطنون حتى من تحلية مياه البحر للحصول على المياه، فمع انهيار الإمدادات الكهربائية لم يعد هناك ما يكفي من الطاقة. هناك نمط واحد للطقس في العالم الآن، الشمس تتحكم بكل شيء، لا رياح ولا نظم ضغط. ومع الليل الطويل والمظلم تأتي الضربة الأخيرة. تنخفض الحرارة في الليل إلى 55 درجة مئوية تحت الصفر، أي أبرد بنحو 20 درجة عن شتاء القطب الشمالي العادي. تتجمد البحار القطبية الجديدة وتبقى متجمدة على مدار العام. على كوكب متوقف عن الدوران حكم على أولئك الأشخاص الذين يقطنون في كانساس بالهلاك. المستعمرة المحيطة الموجودة في منتصف المحيط الهادئ تبعد بمقدار 1700 كيلومتر عن حافة طريق الشمس. بإمكانهم اصطياد السمك من دون أن يضطروا لكسر الجليد. يمر عام، أكثر من 6.5 مليار شخص قد ماتوا. يتمكن بعض الناجين التائهين من إيجاد طريقهم نحو آخر الأماكن على الأرض التي يمكن للناس أن يتنفسوا هواءها وأن يبقوا أحياء في مناخها. أعدى عن هذه المستوطنة الموجودة في منتصف الهادئ، هناك مكان آخر تمكن فيه أشخاص قليلون من النجاة أيضا في جيب موجود على الجانب الآخر من العالم. 281 ناجيا وجدوا على الخط العرض 36 جنوبا. إنهم قبالة ساحل جنوب إفريقيا القديم حيث لا يتجمد المحيط الجنوبي. لكن هذان المجتمعان لن يلتقيا أبدا.
إذ تفصل بينهما آلاف الكيلومترات من الهواء خفيف الكثافة الذي لا يمكن تنفسه. دورة الظلام والنور، البرد والحر، الرطوبة والجفاف تتكرر وتستمر إلى نهاية الزمن. فجأة يخلق تباطؤ دوران الأرض كوكبا جديدا كليا.